ابريل، يا رب جميعا تكونوا بخير. عملت معاكم قبل كده انواع معجنات ومخبوزات كتير جدا، منها اللي بيديه الابيض ومنها اللي بيديه الاسمر الصحي من غير ما نستخدم دي ابيض ابدا. عملت معاكم التوست الابيض والاسمر والاثنين عملتهم ساده وعملتهم كمان بشكل وطعم مختلف. المهم يعني ان انا اي معجنات او مخبوزات بعملها لازم اعمل منها نسختين، النسخه اللي بتديه الابيض ونسخه ثانيه صحيه بتديه الاسمر، علشان اللي بيعمل دايت او اللي ماشي على نظام غذائي او حتى مرضى السكر. زي المعجنات اللي قدامكم دي كانت بتديه الاسمر من غير ما نستخدم دي ابيض ابدا، وكانت بحشوات مختلفه وكمان صحيه وكانت حلوه جدا. ده كل الوصفات دي هتلاقوها على لينكات في صندوق الوصف تحت الفيديو. فايه رايكم بقى النهارده نعمل مع بعض تشكيله معجنات حلوه جدا مختلفه في الشكل وفي الطعم؟ هنعمل منها الحلو وهنعمل الحادق، هنعمل منها اللي تقدري تستخدميه على الفطار او حتى في الغداء، وهنعمل كمان نسخه حلوه علشان لو عايزه تحلي. كل ده هنعمله بعجينه واحده بس حلوه جدا، اسفنجيه وهشه وزي القطن. هيكون حلو جدا لو عملت الكميه والتشكيله دي وحطيتيها في الفريزر، وبما ان كمان خلاص الصيف وصل بالسلام فالحاجات دي بتكون حلوه جدا وسريعه في الخروجات الصيفيه. هنعمل من عجينه واحده التوست الابيض، انا عملته معاكم كذا مره والحمد لله كان ناجح جدا. ومن نفس العجينه هعمل تشكيله المعجنات كلها اللي انتم شايفينها دي بحشوات مختلفه، حلو وحادق تمشي معاكي فطار او غدا، او حتى لو عايزه تحلي جنب كوبايه قهوه كده او شاي. والاحلى بقى ان من نفس العجينه هنعمل كمان خليط السينابون، حلوه جدا وتجنن علشان ما يبقاش ناقصك ولا حاجه. وكمان من نفس العجينه هنعمل ميني بيتزا. يعني من الاخر كده لو عملتي تشكيله المعجنات دي على ما اظن كده مش هيبقى ناقصك ولا اي حاجه. تعالوا بقى نشوف تشكيله المعجنات الحلوه قوي دي عملناها ازاي. بس لو سمحتوا قبل ما نبدا الفيديو كالمعتاد يعني عايزه افكركم، يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، والاهم ان هو يفعل الجرس ويعمل لايك وشير علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. في الاول كده هنقول المكونات زي ما هي، بس طبعا من خلال الفيديو هنتكلم على البدائل اللي ممكن نستخدمها. وعلشان احضر العجينه في البدايه كده استخدمت 5 كوبايات من اللبن، واللبن لازم يكون دافي مش سخن ابدا. وانا اللبن اللي استخدمته ده اللبن اللي بيطلع من القشطه لما بنضربها في البيت علشان نحولها الزبده وبعدين نعملها سمنه بلدي، اللي هو بنسميه لبن الخض. بس طبعا هنتكلم على البدائل من خلال الفيديو. وبعدين حطيت على اللبن 5 معالق كبار من الزبده، وحطيت عليهم 4 معالق كبار من السكر، وهقلبهم بقى مع بعض كويس جدا علشان السكر يدوب مع اللبن الدافي. وكمان حطيت 2 كبار من الخل و2 بيضه، والبيض يكون بدرجه حراره الغرفه، ومعلقه صغيره من الملح. وبعدين هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا لغاية لما البيض يختلط بشكل كويس. وبعدين هحط 2.5 كبار من الخميرة الفورية، وبعد ما احط الخميرة هقلبها مع الخليط كويس. وبعدين هنزل بأول كيلو من الدقيق. انا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات، تقدر تستخدمي دقيق مخصص للمعجنات او البيتزا، بس انا حبيت استخدم دقيق متعدد الاستخدامات علشان هو اللي بيكون متوفر دايما في البيت. وبعدين حطيت عليه 2 معالق كبيرة مليانة من البيكنج باودر. وطبعا انا عارفة ان كمية السوائل اللي انا حطاها هتكون كتير على كيلو الدقيق، انا قصدي اعمل الخطوة دي لان بتفرق جدا في قوام العجينة. يعني بعد ما انزل بكيلو الدقيق الاولاني هعجنه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغاية لما العجينة تكون ناعمة جدا. صدقوني الخطوة دي بتفرق جدا في قوام العجينة وقوام المعجنات، بعد ما تخلص بتكون هشة وزي القطن. وبعد ما عجنت العجينة شوية لغاية لما قوامها بقى ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هرجع ازود 2 كوباية من المية، والمية ياريت تكون دافية. وهنا بقى طبعا هتلاقوا قوام العجينة بقى سائل جدا، بس هو ده المطلوب علشان ابدأ انزل بكيلو الدقيق التاني، لان انا برضو عايزة لما انزل بكيلو الدقيق التاني تكون قوام العجينة سائلة زي كيلو دي الاولاني. وهعجن برضو العجينة بنفس الطريقة اللي انا عجنت بيها قبل كده، لان طبعا قوام العجينة برضو بيكون سائل شوية. وصدقيني الخطوات دي بتسهل عليكي جدا عملية العجن في الاخر لما تيجي تلم العجينة، ما بتضطريش بقى ان انت تفضلي تعجني فيها كتير، لان زي ما انت شايفة كده انا بعجن العجينة على مراحل، ما بنزلش بكمية الدقيق كلها مرة واحدة علشان ما تبقاش صعب عليا. وكمان الخطوات دي بتطلع القوام بتاع العجينه ممتاز جدا. وخلاص بعد ما عجنت كيلو الدقيق التاني بنفس الطريقه اللي انا عجنت بيها في الاول لغايه لما العجينه بقت ناعمه جدا، نزلت كمان بكوبايه ميه دافيه. في المرحله دي بقى ما بنزلش بكميه سوائل كتير، لان فاضل لي كيلو دقيق واحد بس، فطبعا ما ينفعش ان انا انزل كميه سوائل كتير، لازم انزل بكيلو الدقيق اللي فاضل وبعدين اشوف العجينه محتاجه سوائل تاني او لا. يعني كل كميه الدقيق اللي انا استخدمتها استخدمت 3 كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، واحتجت عليهم 8 كوبايات من السوائل، استخدمت منهم 5 كوبايات من اللبن و3 من المية. اهم حاجة تكون السوائل دافية، بلاش تكون سخن ابدا علشان ما تموتش الخميرة. وطبعا الدقيق بتاعك ممكن يحتاج سوائل اقل ممكن يحتاج اكتر، انا احتجت 8 كوبايات بس من السوائل. وبعد ما تلم العجينة بقى كويس جدا هتشوفيها محتاجة سوائل تاني او لا، المهم ان انتي
تحصلي على عجينه تكون طريه وبتلزق حاجه بسيطه. بلاش ابدا العجينه بتاعتك تكون يابسه، لازم يكون فيها نسبه رطوبه، يعني تكون نسبه السوائل عاليه شويه، تكون طريه وبتلزق حاجه بسيطه. وبلاش برضو تخلي قوام العجينه يكون طري وبيلزق جامد، لان لو العجينه بتلزق جامد مش هتتشكل معاكي بسهوله. وانا بعد ما لميت العجينه في الطبق كويس، لازم انزل بقى بيها على رخامه علشان ناخد وندي مع بعض كده وعجينها بشكل كويس. واكتر حاجه برضو هتسهل عليكي عمليه العجن وهتطلع معاكي العجينه بجد ولا احلى، هي انك بعد ما تعجني العجينه لمده 5 دقائق كده، هتسيبيها زي ما هي على رخامه ترتاح لمده 3 او 4 دقائق وترجعي تعجنيها تاني. لما ترجعي تعجنيها تاني هتلاقيها اسهل، وكمان هتلاقي قوامها انعم. المهم ان انت تعجنيها لغايه لما تحصلي على قوام ناعم، ولما تيجي تمسكي العجينه كده وتمطيها شويه تلاقيها بتتمط معاكي شويه حلوين كده من غير ما تتقطع. الخطوه دي مهمه برضو جدا علشان تتاكدي ان المعجنات هتطلع معاكي اسبونش وزي القطن. وبعدين دهنت الطبق دهنه بسيطه كده من الزيت، وهحط فيه العجينه وهدهن برضو وش العجينه كده بالزيت، وهسيبها بقى تخمر لغايه لما حجمها يتضاعف مره بس، مش اكتر من كده. من الاحسن انك ما تسيبيش اي عجينه تخمر زياده عن اللزوم، لان اولا شكلها بيتغير وبتتفتح كده لما تدخل الفرن، تاني حاجه ريحه الخميره وطعمها بيبقى ظاهر جدا في المعجنات. انا بعد ما العجينه بتخمر بفضي الهواء اللي فيها، وبعدين ببدا اقسمها بقى على شكل المعجنات اللي انا هعملها. اول حاجه اخدت من العجينه 3 كرات حجمهم كبير شويه، اللي انا سايباهم على جنب دول اللي انا هعمل بيهم التوست الابيض. وتاني جزء من العجينه اخدته وشكلته على شكل كرات كده حجمها متوسط، ورصيتها على صاج يكون مدهون بزيت حاجه بسيطه، وبسيب فراغ ما بين كل كوره والتانيه، وهغطيهم برضو واسيبهم يرتاحوا كده لغايه لما شكل التوست. اهم حاجه وانت بتشكلي اي معجنات علشان ما تزهقيش، وعلشان قوام العجينه يكون حلو جدا معاكي، مش كل ما تيجي تفرديه يتلم تاني، انك بعد ما تعملي كل خطوه في العجينه لازم تسيبي العجينه ترتاح بعدها، يعني مش اقل من 2 3 دقايق كده، علشان قوامها هيكون مظبوط وتعرفي تفرديها وتشكليها زي ما انت عايزه، مش كل ما تيجي تفرديها بقى تتلم معاكي تاني والكلام ده. وعلشان اعمل التوست بفرد العجينه شويه بشكل طولي، وبعدين برجع اقفل الجوانب تاني على بعض، وارجع افرد العجينه بقى على شكل القالب اللي انا هستخدمه، وبعدين بلفها رول وبقفل الاطراف بتاعتها كويس جدا. الخطوات اللي احنا بنعملها دي بتمنع ان التوست يكون فيه فراغات هواء كتير من جوه. وبعدين بحط الرول في القالب او في علبه السمنه بقى زي ما عملناه مع بعض قبل كده، وبديله شكل متساوي وبغطيه وبسيبه علشان يخمر للمره التانية. اما دي بقى فدي الكور اللي انا قطعتها وسبتها ترتاح شويه لغايه لما شكل التوست. دي اللي انا هعملها ميني بيتزا، تقدري بقى تفرديها بالطريقه اللي تريحك، ممكن تفرديها بايديكي وبعد كده تخرميها بالشوكة زي ما انا عملت اول واحدة، ممكن تفرديها بكوباية او بكاس، اهم حاجة ان انت تحطيها في دقيق الاول علشان ما تلزقش في العجينة. بس انت لو هتسأليني اي طريقة فرد احسن، انا بفضل الكوباية او الكاس، اسهل بكتير، وكمان علشان العجينة ارتاحت فبتتفرد معاكي بمنتهى السهولة. المهم ان انت هتيجي من النص كده وتخرميها بالشوكة علشان ما تعلاش في الفرن. وبعدين حطيت عليها صلصه البيتزا، احنا عملناها مع بعض كتير قبل كده، هتلاقوا اللينك بتاعها ان شاء الله في صندوق الوصف، بس اعذريني بقى ما قدرتش ان انا احطها في الفيديو ده علشان ما يطولش اكتر من كده. وحشوه البيتزا طبعا هتكون حسب الرغبه، انا استخدمت ماكس ما بين الجبنه الرومي ما بين البسطرمه واللانشون، عايزه بقى تحطي زيتون، عايزه تحطي فلفل اخضر، وكمان استخدمت لحمه مفرومه متعصجه. المهم ان انا بعد ما بخلص تشكيل البيتزا ما بسيبهاش تخمر تاني ولا اي حاجه، بتدخل على طول على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 220 الرف اللي في النص، مع المتابعه طبعا. اول ما بتلاقيها اخدت لون من تحت، ما بتضطريش ان انت تفتح عليها الشوايه ولا اي حاجه، بس في ناس بتحب تاخد لون خفيف، في ناس بتحبها تكون ناشفه ومحمصه شويه من تحت، فدي طبعا بتكون حسب الرغبه. وبعدين اخدت جزء تاني من العجينه وهقطعه على شكل كرات صغيره جدا. وبعد ما بقطع الكرات كلها لازم انعمها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، والكرات دي اللي انا هعملها خليه سينابون، عايزه تسيبيها ساده وتبقى خليه نحل مفيش مشكله، عايزه تعملي في صينيه واحده حشوات مختلفه حلو وحادق برده مفيش مشكله، يعني ممكن في صينيه واحده تعملي حشوه من الجبنه البيضاء او الجبنه المثلثات او حتى الشوكولاته، لكن انا هعملها كلها بطعم السينابون، فهحشي فيها سكر وقرفة، وكمان بعد ما احشي الكور دي من جوه كده بالسكر والقرفة واقفل العجينة كويس جدا، هحط برضو الكورة بقى كلها كده في السكر والقرفة علشان تكون من جوه ومن بره سكر وقرفة. ومش قادرة اقول لكم بقى ريحتها وطعمها بيكونوا عاملين ازاي، بجد بتطلع ولا احلى. هحشي بقى الكرات كلها بنفس الشكل ده، وبعدين هرصهم في صينيه مدهونه بالسمنه او بالزيت، اي ماده دهنيه يعني، بس حاجه بسيطه جدا. المهم وانت بترص الكرات دي في الصينيه لازم تسيبي فراغ ما بين كل كره والتانيه، لان طبعا حجمها بيزيد، وبنسيبها تخمر للمره التانيه وبعدين حجمها بيزيد في الفرن، فلازم تسيبي فراغ بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هغطي بقى الصينيه دي واسيبها تخمر للمره التانيه،
وهنا التوست اللي انا شكلته كان خلاص خمر. هدهن بقى وش التوست كده باللبن، وبعدين هيدخل على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص مع المطابعه طبعا. لو لقيت التوست اخد لون من الجوانب وما اخدش لون من فوق يبقى هتطفي من تحت وهتفتح عليه الشوايه حاجه بسيطه. والعجينه الباقيه هقطعها بقى على شكل كرات كده وهرصها في صينيه واغطيها علشان ابدا اشكلها. احنا مش بنسيبها تخمر ولا اي حاجه، احنا بناخد من اول كوره احنا شكلناها. وطبعا التشكيل هنا انك تشوفيه احسن من ان انا اشرحه بكتير. انا عملت الحشوات جبنه فيتا وحطيت عليها زعتر وزيت زيتون، والحشوه الثانيه كانت لحمه متعصجه، والحشوه الثالثه كانت عجوه قلبتها كده في حته سمنه ومعلقه سمسم كبيره، قلبتهم مع بعض وبعدين شكلتهم على شكل رولات كده رفيعه علشان ابدا اشكلهم في العجينه. وطبعا الحشوات والتشكيل بيكونوا حسب الرغبه، هي مجرد افكار بس مش اكتر من كده. المهم انك تخلي كل حشوه بشكل مختلف علشان بعد التسويه تبقي عارفه كل شكل جواه ايه. انا حشوه العجوه بعد ما بحط الرول بتاع العجوه برجع افرده مع العجينه بشكل طولي شويه، وبعدين بقطعها بالمقص وبعملها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وهرص برده المعجنات دي في صاج يكون مدهون بالزيت او بالسمنه حاجه بسيطه جدا، وهغطيها واسيبها تخمر للمره الثانيه. وهدهن وشها برده باللبن وهحط عليها كده سمسم وحبه البركه طبعا ده حسب الرغبه، وهتدخل على فرن ساخن مسبقا عند درجه حراره 220 في الرف اللي في النص. واول ما تطلع لو انت عايزاها طريه جدا يعني مش عايزه الوش بتاعها متحمص هترشيها برشه ميه خفيفه وبعدين هتغطيها بفوطه وهتسيبيها بقى لغايه لما حرارتها تهدى. والتوست برده اول ما يطلع من الفرن هتطلعيه من القوالب بتاعته وهتلفيه بفوطه وما تبدايش تقطعي فيه قبل 5 أو 6 ساعات، الخطوه دي بتفرق جدا في قوام التوست. ودي بقى خليه السينابون بعد ما طلعت من الفرن، رشيتها برده رشه بسيطه من الميه وبعدين غطيتها شويه لغايه لما حرارتها تهدى، وعملت لها صوص بسيط جدا زي اللي عملته معاكم قبل كده في وصفه السينابون. ربع كوبايه من السكر البودر، ربع كوبايه من اللبن البودر، شويه صغيرين جدا من الميه المغليه، معلقه صغيره من الزبده، حط عليهم بقى اي نوع جبنه كريمي عندك، عندك مثلثات برده مفيش مشكله، ما عندكيش لبن بودر خالص تقدري تعملي شويه كريم شانتيه كده بس وانت بتضربيهم في الاخر هتحط عليهم مثلثين من الجبنه الكريمي وبس كده، وهيطلع برده معاكي احلى صوص سينامون. نتكلم بقى بخصوص البدائل في المكونات. كميه السوائل اللي انا استخدمتها تقدري تستخدميها كلها ميه، ممكن تحطي معلقتين ثلاثه من اللبن البودر، تقدري تستخدميها خليط ما بين اللبن والميه زي ما انا عملت، تقدري تعملي خليط ما بين الزبادي والميه، بس بلاش ابدا في اي معجنات تستخدمي كميه السوائل كلها لبن او الكميه كلها زبادي او تستخدمي الكميه كلها خليط ما بين اللبن والزبادي، لازم تدخلي نسبه ميه لان طبعا الميه كثافتها اخف فهي اللي بتخلي المعجنات بتاعتك طالعة هشة جدا وقطنية، لكن علشان كثافة اللبن والزبادي بتكون اتقل فممكن تطلع معاك المعجنات تقيلة شوية. اما بخصوص كمية السكر فصدقيني هي مش كتير ابدا لان احنا مستخدمين كمية دقيق كبيرة. اما بخصوص كمية الزبدة اللي انا استخدمتها فممكن تستبدليها بكوباية من الزيت النباتي، اهم حاجة يكون نوع نظيف. اما بقى بخصوص البيضتين اللي انا حطيتهم فممكن تستغني عنهم مفيش مشكلة، بس صدقيني البيض بيفرق جدا في قوام العجينة. وعلى ما اعتقد كده بيضتين على كمية الدقيق دي كلها مش كتير ابدا، وياريت بلاش تستغنوا ابدا عن الخل والبيكنج باودر لان صدقوني بيفرقوا جدا في لون وقوام العجينة. وبس كده يا ستي، وبعجينة واحدة عملنا كمية معجنات كبيرة جدا بشكل وطعم مختلف. يعني على ما اعتقد كده مفيش احلى من انك تعملي من عجينه واحده كميه توست حلوه جدا. عملنا تشكيله معجنات حلوه بحشوات مختلفه، حشوات تمشي معاكي فطار او غدا او عشاء، او حتى كمان لو عايزه تحلي جنب كوبايه شاي او قهوه. ومن نفس العجينه عملنا ميني بيتزا وعملنا خليه سينامون، اظن كده مفيش احلى ولا اسهل ولا اسرع من كده. كل حشوه العجوه دي رشيت على الوش كده سكر وقرفه بتدي طعم حلو جدا مع العجوه. بصي هو ممكن انت من بعيد كده تبصي ان الموضوع صعب وكتير، هو كتير بس هو مش صعب ابدا ولا حاجه، لان التكنيك اللي احنا استخدمناه في طريقه العجينه بيخليكي ما تتعبيش ابدا، بس في الاخر هتطلعي عجينه بجد ولا احلى. وما فيش احلى من انك تعملي التشكيله دي كلها كده مره واحده وتحطيها في الفريزر، هتبقى حلوه جدا معاكي صدقيني سواء بقى في الصيف في الخروجات الصيفيه او حتى في الشتاء علشان تدفي بيها البيت. جربوها وواثقه ان شاء الله ان هي تعجبكم. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. بس لو سمحتوا ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجة بسيطة ما تنسوش تعملوا الخير النهاردة وتدعموني بالاشتراك في القناة، والاهم ان انتوا تفعلوا الجرس، تعملوا لايك وشير، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بحبكم في الله.